إخواني أخواتي، سلام الله عليكم، تحية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم معي مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد. نتمنى تكونوا بألف خير أنما كنتم كما العادة ودائما بدون إطالة بدون مزايدات. لايكات ديالكم، سمعوا معي هذا الفيديو هذا باش تعرفوا مع من كانت قاسموا الأكسجين، واحد النوع اللي كانت تكلم عليه مؤخرا. سمعوا الفيديو ورجعوا. أوه فلسطين، مش وحدين بيقول لك حلوا لنا الحدود. أش الحدود؟ الحدود راه عندك محلولة من كازا تمشي حتى لإسرائيل، إسرائيل تمشي لها ساهلة، روح وحرر باش تمشيو نيشان. ما تبقاوش تدعوا أنكم مسلمون وأنكم تبغيو خوتنا، ما كنبغيو خوتنا. خوتك ما يبغوش يخربوا لك بلادك، ما يبغوش يخربوا لك دارك. أنا في إسرائيل باش تخير خير، فلسطين نجمعهم كاملين ونقول لكم ولاد القاع تالي كاع. تحيا إسرائيل، عاشت إسرائيل، وحنا مع إسرائيل. أنا بذاتي بعدا أنا مع إسرائيل ظالمة أو مظلومة، واللي ما بغاش يقضي الطيارة. الحدود محلولة، كما تقولش تكذبوا على كرة لا حنايا نقدروا ما نقدروش الحدود بالله، ما كنبغيو حدود بالله. قضي الطيارة قوة باش نمشيو نيشان. تحياتي الإسرائيليين خاوة خاوة. السلام عليكم، خرجتوا حيحتوا ما خليتوا ما درتوا في بروكسل ياك، ولكن في الحقيقة في الواقع، مش الواقع بروكسل البرلمان الاوروبيان شدايا عالم اسرائيل. تحياتي لاسرائيل، شتو اسرائيل، تحياتي لاسرائيل. خرج نتوما وتبهدلو وديروا اللي كيديروا هذوك مكلخين. ما اسرائيل دائما راها مدينه الكابيتال ديال اوروبا، عالم اسرائيل. يلا نتوما زيدوا وحيحوا معك. ماشي بالضروره تكون مسلم عادي اثر فيك داك الشيء اللي كدير، يعني ولا اللي كيدير الكيان يعني في الفلسطينيين. ماشي بالضروري تكون مسلم، فقط تكون انسان فيك الانسانيه والقلب ديالك يعني فيه ذره ديال الانسانيه، فغادي اثر فيك هذاك الشيء اللي كنشوفوا اللي كيشوف العالم كامل اللي كيوقع للاخوان ديالنا الفلسطينيين، شيوخ نساء اطفال اللي ما عندهم لا ناقه ولا جمل. المهم هذا النوع ديال هاد الناس ما اكثرهم، والغريب ماشي فقط الانحياز وانما حتى السب والشتم والقذف، ما عرفش شنو هو يعني العقده اللي عنده من الاخوان ديالنا الفلسطينيين. باش ما نطولش عليكم الاخوان الفيديو وندوز نقول لكم الخبر الاخر اللي جيت نقاسم معكم بالنسبه لهذا الشخص هذا. ممكن تدخلوا الاراء ديالكم اشنو اللي بان لكم في هذا الشيء هذا. المهم الخبر الثاني، الفيديو ديال البارح ولا اللايف اللي درت البارح كنا هضرنا على المساله ديال الاجلاء ديال دوك الرعايا ديال اسرائيل اللي كاينين في المكتب ديال الاتصال يعني في الرباط. قلنا بان ماشي غير المغرب، كاين دول اخرى اللي عندها علاقه يعني مع اسرائيل وجلات منها اسرائيل الرعايا ديالها، ماشي لان العلاقه تقطعات ولا ان التطبيع يعني توقف. هذا الشيء هضرنا عليه والبارح قلت لكم انا راه ما كاين لا بلاغ، لان كاين بعض الاخبار اللي كانت كتروج ان كاين بلاغ ديال الخارجيه المغربيه اللي كيقول كذا وكذا وكذا، فهذا الكلام هذا غير صحيح وهذا الشيء اكدنا لكم الاخوان البارح. وكذلك غادي ناكدوا لكم بهذا الخبر اللي غادي تسمعوا معايا يعني من على لسان المتحدث بالاسم الخارجيه الاسرائيليه اللي كان دار واحد التصريح لجريده الهيسبريس. واشنو اللي كيقول التصريح؟ كيقول لنا سيدي بالحرف، تل ابيب لم تقم باخلاء مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط وانما قامت باجراءات متعلقه بظروف مؤقته. لاحظوا معايا وركزوا مزيان، يعني ظروف مؤقته فقط. واضاف بندور هذا الشخص اللي كنتكلموا عليه في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن إسرائيل تؤكد لجميع المغاربة، يعني كيخاطب المغاربة كيخاطبنا كاملين وكأنه وصيع لنا ولا بغى يقول لنا شي حاجة. قلنا الإخوان تؤكد لجميع المغاربة أن العلاقات بين تل أبيب والرباط مبنية على أسس قوية ومتينة ولن تسمح لأي طرف كان أن يمس بها. يعني كيخاطب المغاربة وكيقول لهم هذا الكلام هذا في حين أننا كنشوفوا الشعب المغربي يعني كيغلي في الشوارع وكينادي بالاسقاط ديال التطبيع. ما عرفتش هذا الشخص هذا شكون هما المغاربه اللي كيوجه لهم هذه الهضره هذه. المهم خليوا الفيديو الاخوان والاخوات هنا كما وعدتكم باش ما يكونش طويل بزاف. ما تنساوناش بارك الله فيكم من التعاليق ديالكم، هذه اهم حاجه، التعاليق ديالكم بزاف. وكذلك البصيمات الاعجابات راهم ما غيكلفوكم والو، راهم مجانا. ولا قدرتوا تبارطاجوا الفيديو كذلك باش يشوفوا اكبر عدد ديال الناس، فغادي نكون شاكر لكم. حتى نتلاقاو ان شاء الله في الموضوع الماجي، وحبكم في الله، السلام عليكم.